في سلسلة الحلقات اللي احنا بنتكلم عن الحقن المجهري لا بد ان نعرف او نعلم ان الحقن المجهري ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن لقاء ما بين الحيوان المنوي والبويضة. عشان نرفع من نسب النجاح زي ما بنهتم بجودة الحيوان المنوي اللي احنا بنتكلم عليه في حلقات واتكلمنا عليه في حلقات كتير قبل كده، بنحاول نهتم بجودة البويضة، لانه في النهاية حيوان منوي جيد مع بويضة جيدة هينتج في الاخر جنين كويس جدا، وبالتالي تبقى فرص الحمل عند هذه السيدة احسن ما تكون. طب ايه هي العوامل اللي انا ممكن اخد بيها او الاجراءات الاحترازية او التدابير اللي انا اقدر اخد بيها وابدأ انشط هذا المبيض بحيث انه هذا المبيض يكون قادر على افراز بويضة جيدة جدا قادرة على حقنها بالحمل المنوي؟ اول حاجة لابد ان انا اخد التاريخ المرضي من المريضة كويس جدا، يعني استمع اليها، هل هي اجرت قبل كده او عملت قبل كده عمليه حقن مجهري؟ ولو هي عملت قبل كده عمليه حقن مجهري، عدد البويضات المستخرج منها قد ايه؟ بعد التأشير او تم اخصاب كم بويضة او تم حقن كم بويضة؟ كل هذه الاشياء لابد ان انا اعلمها من السيدة في اول حوار ليا معاها. يبقى الاستماع الى التاريخ المرضي انا بعتبره احد اهم الاسباب الرئيسية في وضع خطة العلاج، وبالتالي قد يكون سبب غير مباشر لرفع جودة البويضة. لان انا عندما احسن اختيار شهر جيد واحسن التعامل مع المبيض لابد ان تكون النتيجة موفقة ان شاء الله. يبقى الاستماع للتاريخ المرضي وهل هي اجرت عمليات قبل كده لا وطلعت بويضات قبل كده لا لابد ان يضع في الاعتبار. ليه؟ لان السيدة اللي هتقول لي والله انا طلعت بويضات قبل كده بجودة مش كويسة او كان عدد البويضات قليل او هذه البويضات بعد ما طلعت كان فيها مشكلة والمعمل ما حقنش هذه البويضات، لابد ان انا راعي هذا المبيض ان انا ابدا اختار شهر جيد جدا للتنشيط قبل تنشيط هذا المبيض. يعني لابد ان انا اراعي هذه السيده قدها مجموعه قويه جدا من الفيتامينات، ممكن استمر شهر او شهرين قبل اللجوء للحقن المجهري علشان في النهايه استطيع ان انا انشط هذا المبيض. مش كده وبس، ان لابد ان انا اختار شهر جيد جدا لهذه السيده، لانه قد المبيض بيتغير الشهور عليه، قد يكون هناك شهر مناسب في هذا التوقيت وغير مناسب في توقيت اخر. يبقى مش اي سيده عايزه تعمل حقن مجهري يلا نعمل حقن مجهري، لابد من الاختيار الجيد والمناسب هرمونيا وتحليليا لهذا المبيض قبل البدء في عمليه الحقن المجهري. يعني ايه؟ يعني اعمل سونار لهذه السيده، اعمل اختبارات للمبيض قبل ما اعمل لها حقن مجهري، اختار لها خطه علاج كويسه، هل هي ماشيه على البرنامج القصير او المدى او البرنامج طويل المدى، لان كل سيده قد يناسبها برنامج ولا يناسب السيده الاخرى. كل هذه الاحداث اقدر احطها قدامي قبل اللجوء الى ما يسمى بالحقن المجهري، وبالتالي وانا وضعت هذه المحاذير قدامي ان شاء الله ان انا اقدر استفيد ان المبيض ده يتنشط بطريقه كويسه جدا عشان اطلع بويضات بجوده عاليه جدا. وبالتالي لابد من النظر الى هذا المبيض في اتجاهات وزوايا معينه. يبقى كل هذه الاسباب لازم تؤدي الى جوده البويضه. يبقى انا اهتم ان انا انشط هذا المبيض بادويه معينه. يعني ايه ادويه معينه؟ يعني انا عايز اطلع بويضه بجوده عاليه، يبقى لا افرط في التنشيط ولا اقلل من جرعات التنشيط. يبقى هذا المبيض يتم التعامل معاه طبقا لبرنامج معين بحيث ان اطلع عدد بويضات كويسه بجوده عاليه جدا. مجموعه الفيتامينات اللي احنا بنديها لكثير جدا من السيدات قبل اللجوء للحقن المجهري هي احد الادوات الرئيسيه اللي احنا بنستخدمها لرفع جوده البويضه. مش كده وبس، ده ممكن يكون البويضه بعد ما تطلع يتم التعامل معاها بطريقه سيئه وبالتالي يؤثر على جودتها او الخصوبه بتاعتها. يبقى اذا لو انا عندي ناس محترفين جدا وده متوفر عندنا كاطباء معمل اجنه يجيدوا التعامل مع هذه البويضات فور استخراجها من هذه السيده، هذا في حد ذاته هيبدا يرفع لي من جوده البويضه وبالتالي هيرفع من نسب النجاح. يبقى اذا البويضه ديت محاطه بحاجات قبل ما نعمل حقن مجهري وحاجات بعد ما سحبنا هذه البويضه خارج الجسم. الحاجات اللي بنعملها قبل ما ندخل هذه السيده ان انا اختار لها خطه علاج كويسه جدا، ابدا ادي مجموعه قويه جدا من الفيتامينات اللي ترفع من كفاءه المبيض، وابدا اختار الميعاد المناسب لسحب البويضات. لو انا استعجلت في عمليه سحب البويضات او اخرت ميعاد سحب البويضات ده يؤثر على جوده البويضات. يبقى اذا البويضه محاطه بعوامل كتير جدا، يبقى لابد من اختيار، وانا بدي الحقنه اللي احنا بنقول عليها الحقنه المفجره، لابد ان يكون التوقيت مثاليا لهذه الحقنه. يعني ما اقدرش اديها بدري شوي هيكون النضج بتاع البويضه مش كويس، او ان انا اديها متاخر شوي هيكون البويضه وصلت الى مرحله معينه من العجز. وبالتالي لابد ان يكون الطبيب اللي بيبدا ينشط هذه السيده عن طريق ادويه التنشيط انه يراعي اخذ الحقنه في الميعاد المناسب. ده مش كده وبس، واثناء سحب البويضات لابد ان يكون سحب البويضات كذلك في الميعاد المناسب.
يبقى إذن كل هذه العوامل بتؤدي، لو أنا اتبعت الأسلوب العلمي واتبعت طريقة التنشيط وتوقيت الحقن المفجرة وتوقيت سحب البيضات وتعملت باحترافية عالية جدا مع استخراج هذه البيضة خارج الجسم عن طريق أطباء المعمل، كل هذه الأشياء تؤدي إلى رفع معدل جودة البيضات وبالتالي رفع نسب النجاح. الدكتور محمد إبراهيم، أخصائي أطفال الأنابيب والحقن المجهري بمركز دار الطب. الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم بعض الالات المستخدمه في عمليه تحويل مسار المعده المصور او التكميم. هي نفس الالات المستخدمه في العمليتين، هي واحد. احنا بنستخدم الات صغيره، يمكن القطر بتاعها صغير جدا، بتدخل خلال فتحات صغيره، وده يمكن الفرق ما بين جراحات المنظار والجراحات العاديه بالفتح الجراحي. احنا العمليات بتاعتنا كلها بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، بتعدي الالات دي جواها. هوريكم بعد شويه الحاجات دي لايف. الدباسات المستخدمة في عمليات السمنة قد تكون جونسون كوفيديان أو دباسات جونسون، الاثنين أمريكي، هي نفس الحاجات. يعني الدباسات المستخدمة فيها هي طولها 6 سنتي في كوفيديان وطولها برضو 6 سنتي في جونسون، هي بس الألوان مختلفة حسب السمك بتاع المعدة. احنا بنستخدم الغيار، دي الطريقة اللي احنا بنستخدم بيها، بنركب بيها الدباس. طبعا بالطريقه الاتيه، احنا بنقفل الدباسه. الدباسه لما بتقفل على النسيج بيبقى فيه 3 صفوف يمين وثلاث صفوف شمال، وبتقطع ما بينهم. الدباسه الامريكيه الاخرى برضو جونسون، هي نفس الطريقه برضو، بنركب برضو الدباسه بالصوره الاتيه كده، وجاست ان هي بتمسك على النسيج المعده، بتدبس يمين وشمال 3 دبابيس، 3 صفوف يمين وثلاث صفوف شمال. الالات طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي يمكن كلها ديليكت، حاجات صغيره جدا، فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. خلينا اوريكم دلوقتي عمليه تكميم المعده لايف، نشوفها مع بعض. هي خطوات بسيطه جدا في وقت قصير، اوريكم العمليه قد لا تستغرق اقل من 10 دقائق بالمنظار من بدايتها الى نهايتها ان شاء الله. احنا دلوقتي هنبتدي ان احنا نفصل الدهون عن المعدة بالوضع ده. الجهاز المستخدم اللي هو الليجاشور، ده جهاز بيعتمد على الموجات الصوتية في فصل الدهون عن المعدة. احنا دلوقتي فصلنا المعدة عن الدهون بالصورة دي، بعد كده نكمل بقية فصل الدهون عن المعدة. اوريكم خطوه خطوه طبعا ازاي ان احنا بنفصل الدهون عن المعده تماما. الطريقه دي امنه في ان هي تقلل فرصه حدوث نزيف ما بعد العمليه، لان هي موجات صوتيه. الجهاز المستخدم اما ليجاشور او هارمونيك. الهارمونيك ده ادفانسد باي بولر، متقدم، وفي جهاز تاني الهارمونيك بيشتغل بالموجات الصوتيه. الجهازين طبعا احنا بنستخدم ده اكوردنج للافيلابيليتي، او يعني حسب وجوده او المتاح يعني في العمليات، عندنا ده وعندنا ده. لكن طبعا دي كميه دهون طبعا كبيره شويه بسبب السمنه المفرطه. احنا بعد دي المنطقه دي طبعا بيحتاجه حرص شويه في ان احنا نفصل الدهون ما بين المعده والطحال اللي هو العدو اللي احنا شايفينه ده. احنا نوصلها بطريقه بالراحه يعني شويه بامنه. نخرج البوج شويه. الجزء ده لازم نسلكه كله بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبه المعده، وده بيتمدد مع الوقت ويرجع تاني العيان يسمن
ومنبقاش عارفين السبب اللي هو بيزيد فيه بالوزن اخباره ايه. لازم نوصل لعدد المريء اللي احنا شايفينها دي، وكل قبه المعده تكون اتسلكت مظبوط بحيث ان احنا مبقاش فيه جزء من المعده. بنبتدي دكتور التخدير يدخل جهاز البوجي، وبنبتدي ندبس اول دبوس زي ما احنا شايفين كده. الدبوس الاخضر بيبقى مناسب للثيكنس بتاع المعده، بناخد جزء يعني يكون مناسب من نهايه المعده، ونتاكد ان المسافه احنا مش عاملين دي. الجزء السفلي من المعده والجزء الامامي من المعده لازم يكونوا متساويين عشان المعده ما يبقاش فيها نوع من الالتواء او ان هي تسبب لنا صعوبه في الاكل بعد كده وصعوبه في البلع. خرج الوجه شويه. خرج الوجه شوية. نبص تاني يا جيم، نبص ده كده انتهت العملية. خلال دقيقة هنعمل اختبار تسريب دلوقتي. اتفضل. اختبار التسريب اللي احنا بنعمله ده عشان نعمل ضغط على الدبابيس نشوفها. اتفضل. بنعمل معدة كأنها دلونة زي الوضع اللي احنا شايفينه ده، ونراجع تاني الدبابيس بتاعتنا نشوف اذا كان في المادة الزرقاء دي خرجت ولا لا بعد اختبار التسريب. الحمد لله مفيش اي مشاكل. بتبتدي المرحلة الأخيرة اللي احنا بنشيل بيها المعدة بالوضع الآتي. احنا بنشيل المعدة من المنظار بطريقة سهلة جدا. شيلها من بورت المنظار بالطريقة دي زي ما بنشوفها كده. بنشيل المعدة بالوضع الآتي كده اهو من جراسبر. بالشكل ده تكون خرجت المعدة قدامنا.
وانتهت عملية التكميم في خلال دقايق. ده الشكل النهائي بتاع المعدة زي ما احنا شايفين. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين وفقرة جديدة من فقرات كل الجمال. النهاردة هنتكلم على منتج من منتجات كل الجمال، منتج فعال جدا وسحري جدا لعلاج مشكلة حب الشباب. النهاردة هنتكلم أول حاجة على صابونة كالوليت. صابونة كالوليت هي الحل الأمثل والفعال والسحري لعلاج حب الشباب وزيادة التعرق، أو اللي احنا بنسميه excessive sweating. أول مشكلة هنتكلم عليها هو حب الشباب. الأول عايزين نعرف حب الشباب ده بيتكون إزاي. حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة اللي هي الديد سيلز، فده بيقفل المسام وبالتالي بيكون لي حب الشباب. الصابونة بتاعتنا هي الحل الأمثل لعلاج حب الشباب عن طريق مكوناتها. أول مكون هنتكلم عليه في الصابونة هو تي تري أويل أو زيت شجرة الشاي. زيت شجرة الشاي من أهم المكونات اللي موجودة في صابونة كالوليت. زيت شجرة الشاي معروف عنه أن هو ليه أنتي باكتيريال إفكت أو مضاد للبكتيريا، لأن زيت شجرة الشاي بيقتل تماما البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب، وكمان بيضمن عدم عودته مرة أخرى. يعني صابونة كالوليت بتعالج حب الشباب وكمان بتضمن لنا عدم عودة حب الشباب مرة أخرى للبشرة، فهي علاجي ووقائي. تاني مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الساليسيليك أسيد. أكيد إحنا عارفين أن الساليسيليك أسيد بيبقى ليه تأثير مقشر، بيزيل ويقشر تماما الخلايا الميتة، فبتبقى الخلايا الموجودة هي خلايا ذات حيوية ونضارة كبيرة جدا بسبب الساليسيليك أسيد. زي ما قلنا في الأول أن حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة، الساليسيليك أسيد بيقدر أنه يقشر تماما الخلايا الميتة ويزيلها تماما، فبالتالي الدهون بتطلع عادي على سطح البشرة من غير ما المسام بتتقفل، وبالتالي حب الشباب مش هيتكون. كمان ساليسيليك أسيد ليه القدرة أنه يضمن عدم عودة حب الشباب مرة أخرى إلى البشرة. يعني هو برضو زي ما قلنا أن صابونة كالوليت هي حل علاجي ووقائي، يعني بتمنع تماما ظهور حب الشباب مرة أخرى. تالت مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الزنك أوكسيد. الزنك أوكسيد بيشتغل عندنا بثلاث طرق. أول طريقة هو أنه أنتي أوكسيدنت. أنتي أوكسيدنت يعني مضاد للأكسدة، يعني الزنك أوكسيد أو أكسيد الزنك بيعمل على تجديد الخلايا الجلدية، بيعمل على تنظيم إفراز الغدة الدهنية للدهون، فبالتالي بيقي تماما من حب الشباب وبرضو بيمنع عودته مرة أخرى. تاني طريقة بيشتغل بيها الزنك أوكسيد ان هو أنتي إنفلاماتوري. أنتي إنفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب. احنا طبعا عارفين ان الزنك أوكسيد بيستخدم في الأطفال في التهاب حفاضات الأطفال، هو كمان موجود في صابونة كالوليت، يعني هو مضاد للالتهاب. لو في أي حباية عندي عاملة التهاب أو احمرار، بيقدر الزنك أوكسيد انه يلطف الحباية دي بتأثيره المضاد للالتهاب، وكمان زي ما قلنا بيمنع عودة حب الشباب مرة أخرى إلى البشرة. تالت طريقة بيشتغل بيها الزنك أوكسيد هو ان هو بيقي تماما من أشعة الشمس الضارة، يعني بيحمي البشرة تماما من أشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي بيبقى ليها تأثير ضار جدا على البشرة، بيسمر البشرة وبيقضي عليها تماما. فعشان كده عندنا الزنك أوكسيد بيقدر ان هو يحافظ على البشرة وبيحمي البشرة تماما من أشعة الشمس الضارة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الألترا فايلوت أو الأشعة الفوق بنفسجية. مكون آخر موجود كمان في صابونة كالوليت هو الويت جيرم أويل أو زيت جنين القمح. طبعا زيت جنين القمح أكيد كلنا عارفين أن هو من أهم الزيوت اللي بتعالج مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة جدا من البروتينات، المعادن، مضادات الأكسدة والفيتامينات، وكمان الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي لينوليك أسيد أو بنسميها الأوميجا 6. في كمان مكون
مكونات اخرى موجوده في صابونه كالوليت. احنا في استخدام لصابونه كالوليت اخر قلنا عليه هو انه بيعالج زياده التعرق او فرط التعرق اللي هو الاكسسيف سويتنج. فبنلاقي ان صابونه كالوليت فيها بعض المكونات اللي بتخليها بتعالج هذا العرض، وهي لافندر اويل، الثايم اويل، وكمان الكلاف اويل اللي هو زيت اللافندر وزيت الزعتر وكمان زيت القرنفل. الثلاث زيوت دول بيبقى ليهم خواص مطهره، بيبقى ليهم القدره على ان هم يقتلوا البكتيريا اللي بتسبب الرائحه الكريهه او اللي هي بتبقى بتسبب رائحه العرق. فبالتالي الثلاث زيوت دول من اهم الزيوت اللي موجوده في الصابونه، لان ليهم انتي سيبتيك افكت او خواص مطهره بتقضي تماما على البكتيريا اللي بتسبب هذه الرائحه الكريهه. بالنسبه لصابونه كالوليت، طريقه استخدامها ان هي بنغسل بيها البشره، بتترك الرغوه على البشره لمده 2 لـ3 دقائق وبعدين بنشطفها بماء فاتر. بيفضل استخدام صابونه كالوليت صباحا ومساء مرتين يوميا. طبعا تاثير صابونه كالوليت انه بيدي التاثير بتاعها اون ذا سبوت، يعني بتدينا التاثير على طول. بالنسبه لحبوب الشباب طبعا في اون ذا سبوت بنلاحظ بنضاره البشره، حيويه البشره، ما بتظهرش اي حب شباب جديد. بالنسبه لعلاج حب الشباب اللي موجود فده بيظهر في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع من استخدامنا للصابونه، بنلاقي ان الحبوب هديت خالص، وطبعا بنضمن لحضراتكم عدم عوده الحبوب دي مره اخرى. طبعا صابونه كالوليت هي مرخصة من وزارة الصحة المصرية، وزي ما قلنا هي الحل الأمثل لعلاج حب الشباب، وكمان القضاء عليه تماما وضمان عدم عودته مرة أخرى، وكمان علاج زيادة التعرق أو فرط التعرق اللي بنسميه الإكسسيف سويتنج. تاني مكون هنتكلم عليه النهاردة هو لوشن وايت ويلو. لوشن وايت ويلو هو الحل السحري والأكيد والفعال لتفتيح البشرة. طبعا لوشن وايت ويلو هو كمان الحل الأكيد لعلاج تصبغات الجلدية اللي موجودة في البشرة، البقع السمراء اللي موجودة في البشرة، سواء كانت في منطقة البيكيني أو في الأندر أرمز أو في أي منطقة في الجسم، بيقدر لوشن وايت ويلو إن هو يعالجها. برضو لوشن وايت ويلو هو الحل الفعال والأكيد لعلاج الهالات السوداء اللي بتظهر تحت العين، وكمان علاج النمش لو في نمش في البشرة أو في الجسم، علاج الكلف، وكمان لوشن وايت ويلو ليه تأثير مرطب أو ايموليانت افكت لعلاج التشققات اللي ممكن تبقى موجودة في أي منطقة في الجسم سواء كان الكوع أو الكعبين. هنتكلم دلوقتي على مكونات لوشن وايت ويلو. أول مكون من مكونات لوشن وايت ويلو هو الليكريش اكستراكت. الليكريش اكستراكت ده بيشتغل على الخلايا الجلدية، بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلدية، فبيقلل إفراز الميلانين وبالتالي المنطقة بتظهر فاتحة. طبعا احنا عارفين كلنا ان الميلانين كل ما بيزيد الإفراز بتاعه كل ما بتظهر المنطقة غامقة، فلقينا ان الليكريش اكستراكت أثبتت الأبحاث ان الليكريش اكستراكت بيشتغل على الميلانين، بيقلل إفراز الميلانين، فبالتالي المنطقة بتظهر فاتحة. وكمان الليكريش اكستراكت ليه ميزة مهمة جدا، انه بيعمل على توحيد لون البشرة، يعني تظهر كلها بلون واحد من غير أي تصبغات جلدية، من غير أي بقع غامقة. تاني مكون من مكونات اللوشن وايت ويلو هي الكوجيك أسيد. الكوجيك أسيد دي مادة طبيعية 100% مستخلصة من نبات الفطر أو المشروم. الكوجيك أسيد كمان بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلدية، بيقلل إفراز الميلانين، فبالتالي المنطقة بتظهر فاتحة من غير أي تصبغات جلدية، من غير أي بقع دكنة. وكمان الكوجيك أسيد بيعمل على توحيد لون البشرة، يعني البشرة كلها بتطلع بلون واحد زي ما قلنا، من غير أي بقع، من غير أي تصبغات جلدية. في مكونات أخرى موجودة في اللوشن وايت ويلو هي التيتانيوم دايوكسيد. احنا عارفين ان التيتانيوم دايوكسيد هو عبارة عن بيحمي الجلد تماما من اشعة الشمس الضارة اللي هي الالترا فايلوت ريز، اللي هي الاشعة الفوق بنفسجية. التيتانيوم دايوكسيد ده بيبقى من ضمن الانجريدينتس الموجودة في اي سان بلوك، فاحنا عندنا كمان لوشن وايت ويلو بيعتبر زي سان بلوك ممكن نحطه قبل ما ننزل الصبح، لانه زي ما قلنا بيحتوي على التيتانيوم دايوكسيد اللي بتحمي البشرة من الاشعة الفوق بنفسجية اللي بيبقى ليها تأثير
تأثير ضار جدا على البشرة، بتهدم خلايا الجلد وبتهدم خلايا البشرة. فبنلاقي ان لوشن وايت ويلو بيقدر انه يحمي البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية اللي ممكن تضر البشرة جدا. بالنسبة لمكونات أخرى موجودة في لوشن وايت ويلو، هي مكونات مهمة جدا، وهي دي اللي بتدي التأثير المرطب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، اللي هو بيعالج تشققات القدمين أو الكعبين أو تشققات الكوع. فبنلاقي ان لوشن وايت ويلو فيه البارافين اويل والسيليكون اويل والويد جيرم اويل وكمان فيتامين سي وفيتامين اتش وفيتامين اي. كل المكونات دي بيبقى ليها ايمولينت افكت او تاثير مرطب، بيقدر ان هو يعالج التشققات اللي ممكن تظهر في الكعبين او في الكوع او في اي منطقه بنسميها السكين كراكس. ففعلا لوشن وايت ويلو بيدي نتيجه هايله جدا في علاج التشققات. طبعا ما ننساش برضو ان لوشن وايت ويلو بيبقى فيه فيتامين اي وفيتامين سي، وطبعا دي الفيتامينز مهمه جدا للبشره، بتعالج مشاكل كتيره جدا للبشره، بتعمل على توحيد لون البشره. يعني فيتامين اي وفيتامين سي بيقدر انه يوحد لون البشره، بتظهر كلها بلون واحد من غير اي بقع، من غير اي تصبغات جلديه. وكمان فيتامين سي بيدي نضارة للبشرة، حيوية للبشرة، ودايما بيظهر البشرة في بشكل أكثر طفولي أو بشكل شبابي أكثر، طبعا نظرا لوجود قلنا فيتامين إي وفيتامين سي. بالنسبة للوشن وايت ويلو زي ما عودناكم دايما كل منتجاتنا حاصلة على تصريح من وزارة الصحة المصرية. وبكده نوصل لنهاية فقرة كل الجمال، أتمنى أن احنا نكون أفدناكم، في انتظار أي أسئلتكم أو ملاحظاتكم على منتجاتنا. طبعا زي ما أنتم عارفين المنتجات كلها بتطلب من الأرقام اللي بتظهر على الشاشة، ما بننزلش في أي ماركت تاني، وذلك منعا للغش والتزوير التجاري، وكمان تسهيل لراحة العملاء. بنوصل لكم كل المنتجات لحد البيت في أي محافظة، بس بتتصلوا على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة. وأتمنى أكون أفدتكم، وفي انتظار أسئلتكم وملاحظاتكم على أي حاجة تحبوها. مساء الخير والفل على كل المشاهدين. اتغير مع يومنا حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة. عايز اقول لكم بس حاجة بسيطة في الاول كده، ما تصدقوش ان ما فيش حد خالي من العيوب، يعني ان في حد خالي من العيوب. اكيد كلنا عندنا عيوب، اكيد كلنا بيحصل لنا مشاكل خاصة في الوش، لانه الوش والبشرة من اكتر الحاجات اللي بتتأثر بالعوامل الخارجية، بتتأثر بالزيادة في الوزن او في النقصان في الوزن، بتتأثر بالزعل وبالنفسية وبالعادات اليومية اللي احنا بنعملها. فأكيد أكيد أكيد كلنا في يوم من الأيام مرت علينا مشكلة أو عندنا مشكلة، ومش عيب أبدا على فكرة إن احنا نسعى وإن احنا اللي نقدر عليه نعمله وإن احنا نحاول إن احنا نصلحها. أنا مش عارفة في ناس كتير ليه بتتحرج من ده أو بتتكسف من ده أو ما بتحبش تقول ده، او بيبقى صعب عليها خطوه ان هي تقدم على ده. بالعكس، التقنيات التجميليه دلوقتي خاصه في عالم التجميل والجلد والاهتمام بالبشره بقت منتشره بشكل كبير وبقت بسيطه جدا، ومن خلالها تقدري او تقدر ان انت في دقائق قليله قوي تصلح المشكله اللي حصلت لك وكانت موجوده عندك على مدار سنين طويله قوي. فمش عيب ابدا ان احنا نسعى ان احنا نكون اجمل ونكون احسن. وانا شايفه انه مش عيب خالص ان احنا نقول ان احنا عملنا كذا او عملنا كذا، طبعا كل واحد حر. وشايفه برضو انه مفيش حد خالص خالي من العيوب، اكيد يعني بيبقى في عيوب بسيطه ممكن التغلب عليها بسرعه، وبيبقى في عيوب جامده سهل برضو ان احنا نتغلب عليها. خلوني ارحب بضيفتي العزيزه اللي معايا في فقرتي الاولى، دكتوره نرمين خرشد، استشاري الجلديه والليزر بالمركز الطبي. ازيك يا دكتوره نرمين؟ ازيك؟ في حد ما فيهوش عيوب؟ مفيش حد في حد خالي من العيوب 100%؟ مفيش حد مفيش عيوب، صح؟ حتى لو كانت ربنا مدي للواحد خلقه كويسه اكيد بيبقى في حاجات كده بتضايق في بعض الاحيان. من اكتر الحاجات اللي بسمعها دكتوره نرمين والسيدات ورجال كتير بيبعتوا لي عليها هي مشكله التصبغات بانواعها بقى، سواء التصبغات دي في الجسم كله مثلا كلف، نمش، هالات سودة، من المشاكل الكبيره قوي.
والناس بتبقى عملت حاجات كتير وجربت حاجات كتير بس ما بيبقاش للأسف في نتيجة، والنتيجة يعني بالأدوية أو الحاجات دي بتكون بطيئة شوية. خلينا نتكلم عن مشكلة التصبغات، إيه هي التصبغات وبتحصل ليه؟ مظبوط. مبدئيا هو من أكتر الحاجات اللي بتتعرض لها السيدات على مدار اليوم كل يوم طول حياتهم البوتاجاز. بتيجي تقول انا ما بتعرضش للشمس وما بعملش اي حاجه وما كانش عندها حبوب وما كانش عندها اي حاجه وجايه المكان ده كله غامق ومش عارفه من ايه. بروبلي بيبقى من التعرض للبوتاجاز للحراره العاليه، ده بيعمل تصبغات فظيعه سبيشلي في الجلد بتاعنا احنا الريس بتاعنا كمصريين. طب كلنا بنقف في المطبخ وكل الستات دلوقتي بتقف في المطبخ نعمل ايه؟ نلبس درع واقي؟ لا فعلا لا. انت لو خدتي بالك انه الستات بتحط صن بلوك قدام النار لا دايما جلدها هيبقى مشدود اكتر ومش متسبغ التصبغات الفظيعه دي. حاجات ثانيه من اللي بتسبغ التعرض للشمس من غير واقي شمس كتير. ساعات بيبقى في ناس بعد الحمل الكلف اللي بيطلع بعد الحمل سواء في رقبتها او في وشها، وساعات كتير بيبقى فيه بنات هرش او حاجات بسيطه تلاقي جسمها كله مبقع ومليان خرابيش. الحاجات دي فعلا بتضايق البنات جدا، هي البنات اكتر حاجه بتاخد بالها منها، هي البنات في نفسها مش لازم حد يقول لها. مظبوط. دي بنعمل لها الاول، بتيجي نشوف السبب ايه، لازم اعالجه الاول لان في حاجات بتبقى لو حلقت السبب بتفتح. وبتاخد طبعا هوم كير في البيت، لازم تبقى ماشيه على حاجات تانية، بس بتيجي الاول عشان نشوف درجه التصبغ اللي عندها، طبقات التصبغ قد ايه. وبيتعمل لها جلسات، بتلاقي في 4-5 ايام بتفتحها كل جلسه من درجه لدرجتين. وبتلاقي نتائج حلوه جدا. وكمان بعلمها ازاي ما ترجعش التصبغ ده تاني. طيب انا عايز اسالك حاجه، هو التصبغ معناه انه الجسم او البشره لونها مش موحد، يعني بتلاقي لون ولون، ولا هي معناها ان هو بقع او غمقان في حته معينه؟ الرينج واسع، من اول ما يبقى بقع، سواء بقع من اثار حب شباب، بقع من اثار خربوش، تصبغ لوحده زي ما قلت لك بعد الحمل، او في ناس لوحدها من تعرض للحراره او الشمس. ممكن يبقى هرش، في ناس بيبقى عندهم اكزيما عصبيه بتهرش وينفع تلاقي جسمها كله مبقع. في ناس بعد طرق ازاله الشعر الخاطئه تلاقي جسمها كله مبقع. ليها اسباب كتير قوي، بس كلها في الاخر بيبقى حلها يعني almost the same، ان انا بعمل لها ميلانين كنترول سيستم، حاجات بتشيل طبقات الصبغه دي وبتشتغل على الخلايا اللي بتطلع صبغه اللي شغاله غلط، اللي بتطلع صبغه زياده، وخليها ترجع للنورمال اكتيفيتي بتاعتها. يعني انا حتى مش بس ببقى عالجت الشكل، لا انا كمان منعتها تاني من التصبغ او السبب اللي عمل لها التصبغ ده. طب خلينا نعرف الجلسات دي عباره عن ايه بقى؟ اصل في ناس تقول لك ليزر، في ناس تقول لك تقشير، في ناس تقول لك يعني حاجات. بصي فعلا انواع التفتيح كتير، كل بتفرق طبعا من جلد للتاني لونها ايه، مش كل جلد ينفع له ليزر. انواع الليزر، في ممكن فراكشنال لو هي كانت حاجات فيها اثار ساي جروح او حب شباب ومعاها تصبغ، ساعتها هلجا للفراكشنال CO2 ليزر. لقيتها بس تصبغ ممكن اشتغل بالكربونيك ليزر الكيو سويتش. ممكن لو هي حاجات اخف من كده ممكن نشتغل بجلسات ميلانين كنترول، مواد بتتحط على البشره بتمتص وتشتغل هي على الخلايا تخليها تشتغل مظبوط وتبطل تطلع صبغه كتير. وفي نفس الوقت بقى شرط الطبقات السطحيه المتصبغه من الجلد. كلهم نتائجهم بتبان بعد 3-4 ايام، مش مده طويله. 3-4 ايام ولا 3-4 جلسات؟ 3-4 ايام بتشوفي نتيجه. لا يعني بعد كل جلسه بال3-4 ايام لازم تشوفي نتيجه تفتيح. انا عايزه اسال سؤال بشكل ابسط، انا دلوقتي جايه الدكتوره نرمين وعندي هالات سودا هنا وعندي كلف هنا وعندي حاجات كتير، هتعمل معايا ايه؟ هتقولي لا احنا لازم نعمل ايه؟ بصي ابروتش الهالات السوداء مختلف تماما عن ابروتش التصبغ. الهالات السوداء ما بتبقاش تصبغ بس في الجلد، مش جلد متصبغ زي الاثار البقع الداكنه. فدي لا، لو هالات سوداء بشوف الاول السبب كان ايه، لو في عندها اي مرض داخلي بعالجه. ولو كان في ركود في الدوره الدمويه بشتغل باجهزه معينه بتجري الدوره الدمويه في المكان ده فتشيل الزرقان. لو كان المكان ده فيه صبغه عشان عوامل وراثيه لا بشتغل برضو بجلسات تقشير معينه خاصه بالعينين بفتحها جدا. وكلها برضو بتشوف النتيجه بعد 3-4 ايام عكس الكريمز العاديه. بس ما بتعملش ليزر تحت العين في الهالات السوداء؟ لا لا لا، ما حدش بيحتاج ليزر تحت العينين، لا مستحيل. بس ممكن ليزر لو بشيل سكين تاكس او حاجه حوالين العينين. لكن لا، الهالات السوداء الابروتش بتاعها دايما مش بيبقى ليزر، بيبقى جلسات ثانيه على حسب نوع الهالات، ما هو زرقان ولا سواد ولا التهابات وانتفاخات وتجاعيد. هي ليها انواع، في مليون حاجه ممكن تدي شكل الهالات. في ناس بيبقى ما عندهاش هالات سوداء تماما بس عندها حفره تحت العين تجويف.
لما بحقنه بتروح في ساعتها. فده ما هياش حالات سوداء، بحقنه هايلورونيك اسيد، بحقنه فيلرز. بيبقى واحده خست شويه، قله شرب الميه بتفرق جدا، ارهاق وتعب، بتلاقي في تحت عينيها تنفيخ. ده لما بحقنه فيلرز بوحد المكان ده وبترجع في ساعتها، مش بس الهالات بتختفي، لا كمان الجلد بيتشد وبيبقى بتقلل كتير قوي في الفاين رينكلز اللي حواليه. طيب احنا عندنا تقرير، نروح للتقرير. بونسوار، عندي تجاعيد في الجبهه وعندي تجاعيد حوالين العين وبشرتي كتير مدمره، وانا حد ذاتي نفسيتي كانت مدمره كتير، وعندي خدود هيك نازله شوي، جولاين كمان رقبتي، وانا بصراحه كتير مدمره انه بدي اعمل كل هالشغلات، وبدها تعمل لي خيوط تشد لي هيك بخدودي والجولاين كل هذا، وعايزه اعمل كمان قلت لي تعمل لي فيلر يعني ما انا كثير مش مبسوطه ببشرتي ولا بوجهي ولا نفسيتي، كثير تعبانه. هلا حنبلش بالشغل معها ان شاء الله ونشوف، وانا كمان خايفه يعني مثل كل واحد اللي بيروح ويسمع انه حيحط خيوط وهيك بخاف اكيد، لانه ما بتعرف شو هو هذا، بتكون خايف. بونسوار، انا اللي كنت جيت للمركز نفسيتي متدمره وما كنتش منيحه كتير، عملت بوتوكس، عملت فيلر، عملت خيوط، عملت ماسك، شلت كل الحاجات اللي كانت مضايقتني ومضايقه نفسيتي، كلها راحت مني وانا كتير مبسوطه من هالشغل. كتير بتشكر كل الناس اللي بالمركز، يعني كل الخدمه كانت اكثر ما كنت متوقعتها، يعني شو بدي أقول لكم، يعني شيء ما كنت متوقعته أنه يصير معي هيك يعني، ونفسيتي الحمد لله وأنا كتير مبسوطة. ميرسي كتير. بتفرق في النفسيه كتير الحاجات دي، صح؟ جدا. التغيير بيبقى حلو قوي قوي وبيدي طاقه كده ايجابيه، بتشوفيهم اكيد وانت بتشتغلي لهم بعد ما بتخلصي بيبقى الرياكشن مختلف. بتفرق جدا، الستات بالذات لما بتحس هي نفسها جميله او حسنت حاجه في شكلها، هي نفسها بتبقى حاسه ريجاردلس الناس بتقول لها ايه، بتبقى حاسه بنفسها وبتبقى مبسوطه. لا هي قبل ما تخرج اصلا بتشوف ساعتها، اول ما بتشوف المرايه نفسيتها بتبقى لسه شخصيه. طيب من اكتر المشاكل برضو يا دكتوره نرمين وبتتبعت لي كتير، هي مشكله اثار حبوب الشباب بمختلف انواعها، سواء كانت حفر او بقع. ومش شرط على فكره انه حبوب الشباب يا جماعه، مش معناها انه بتيجي للشباب او للمراهقين، انا بشوف ناس كبيره في السن جدا 40 و50 و30 وعندها حبوب شباب بتطلع في وشها، هو الاسم حبوب شباب بس هي انا مش عارفه هم ليه سموها كده، لان بالرغم ان هي بتستمر يعني لمده طويله ساعات بتطلع في ظهرها كمان، بتبقى مؤلمه قوي. فالاثار بقى بتتعالج ازاي؟ لسه امبارح حد بعت لي عن موضوع الاثار ده. هو دلوقتي مشكله، في مشكله اصلا بقى في اكني بريك فظيع دلوقتي، بقى بيجي لنا لغايه سن 50 سنه عندهم حبوب شباب، وحبوب شباب فظيعه كبيره وبتسيب اثر وبقع. ضروري جدا اللي بتدي اي حد يجيله حب شباب لازم على طول يروح للدكتور، لان دايما بتسيب بقع وحفر. مش هيبقى فيه في مصر حد عنده حبوب شباب ومش هيخلص بعدها بقع، لان ده السكين تايب بتاعنا كمصريين، لازم اي حاجه حمراء عندنا تقلب اسود وتسيب بقع فظيعه. ده جلسات حبوب الشباب. اول ما بتيجي حب شباب لو هي بتيجي اكتف بتاخد بس علاج اسبوع، وبعدين بنبتدي لها جلسات على طول. جلسات بتعالج حب شباب الاكتف، بتموت الحبوب اللي موجوده. الجلسات بتموت والله، يعني هي بتيجي تاخد دواء لمده اسبوع بنحضرها بس للجلسات دي، وبعدها بتبتدي على طول. بعد اسبوع بتيجي الحبوب الشباب ميته تماما منتهيه، فاضل اثارها دي اللي ببتدي لها على طول بدري علشان ما تسيبش ولا بقع ولا حفر. يعني هي لو جت
اول ما طلع لها حب شباب اولا همنع البقع والحفر وهخلص يعني هتخلص منها على طول وهمنع الحب ده حبوب الشباب انها ترجع تاني. جت بقى خلاص مرحله خلاص حب الشباب خلص وفضل بقى اثار سواء حفر بقع ايا كان. لو هي بقع عميقه غامقه طبعا لو سطحيه بدلها كريمز بس انت اللي تقدري تعرفي هي سطحيه ولا عميقه. اكيد بيبقى في احنا بنبقى شايفينها درموسكوب لا في نقطه كده غامقه اجهزه معينه بعرف ليها في كام طبقه عشان كمان انا اقدر احدد لها هي محتاجه كام جلسه. في ناس بتحتاج جلسه واحده بس بتشيل فيها حب الشباب واثره وبتبقى ماشية بشرة نضرة وجميلة. في ناس بتبقى عندها قديمة شوية فالتصبغات أعلى شوية أو الحفر أكتر بكتير دي اللي بتحتاج جلسات. طبعا كل ده بنحدده من عيان للتاني. أنا عاوزاكي بس تقولي لي الفرق بين الـ 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 يعني النقطة اللي يعني اللي بتسيبها العلامات الآثار والحفر لأن دول ناس ودول ناس تاني. مظبوط يعني أنا نفسي لو طالعي حباية بتسيب مكان بني مكانها مش حفره. مظبوط هي دي حركه بلاست يعني في ناس جلدهم حلو بيسيب بس بقع سودا ودي بتبقى اسهل بكتير وبتروح بسرعه. في ناس بقى لا لاست بلاست وبتسيب ساعتها اثار حفر. لو كانت حفر عميقه قوي هي دي بتاخد معانا جلسات كتير بس بتلاقي فيها فعلا نتائج حلوه. جلسات ايه بقى؟ جلسات فراكشنال سي او 2. هو في انواع جلسات كتير بس اكتر حاجات بتجيب لنا نتائج حلوه جدا مع حبوب الشباب جلسات الليزر وبنخلط معاها البي ار بي دايما بحقن مع يعني بعد جلسه الليزر لازم احقن بي ار بي علشان يحسن الهيلنج لان هي اصلا جلدها نوع تعبان الكولاجين اللي بيطلع في جلدها رديء فهو ده اللي بيعمل الحفر دي فديفنتلي لازم احقن حاجه كمان تساعد جلدها يشتغل مظبوط تبطل تعمل حفر وانا كمان اقدر اشتغل على جلدها مش بس اودي الحفر اعمل لها نضاره اشد جلدها ما هي بيبقى جايه جلدها تعبان ومحفر وموصلي بتلاقي جلدهم واقع ومتهدل معرج في تعريج مظبوط بيبقى هي جلدها كله تعبان هو ده اللي خلى جلدها يبقى محفر. في ناس برضو من جلسه او اتنين بتلاقيها اختفت لما تكون الحفر مش عميقه قوي او لما تكون سطحيه اللي بيطولوا هم الحفر العميقه بس فعلا لما بيواظبوا على الجلسات لا بتلاقي نتائج رائعه. يعني الحفر يا جماعه الليزر مع البي ار بي مظبوط لازم الاثنين مع بعض. طيب انت عارفين كلها مشكله الليزر ان هو بيحتاج بعده 3 ايام بتحطي بس صن بلوك. طبعا الانواع الليزر بتاعت زمان كانت ممنوعه تتعرضي للشمس وتتحبسي في البيت اسبوع والحاجات دي ما بقاش بيحصل كده بتحتاجي بس يومين ثلاثه بعدها انك تبقي تحطي صن بلوك قبل تعرض للشمس او اضاءه. طيب امتى طب حد ما عندوش اللوكسري ان هو ياخد 3 ايام اوف او يبقى تمام بيت اشهر او كده في ليها بدايل جلسات بالديرما فان جهاز بيشتغل على الجلد بيدخل مواد انا بحقنها تفك الادهيجنز اللي عامله الحفر دي وفي الحفر دي بتبقى عباره عن الياف من جوه في شده الجلد فبتدي التعريق ده. مظبوط برافو عليكي. هي الالياف دي بدخل انا اقطعها بالجهاز ده من بره من على سطح الجلد ما بتحسش باي الم بس الجهاز ده بيدخل يقطعها وفي نفس الوقت انا بحقن مواد ثانيه تمنع ان الحفر دي تتكون ثاني ما هو جلدها اصلا بيكون الياف فاي بروسيدجر هتيجي جنبها هتكون بعده الياف فلازم ميك شور ان انا ببقى احط المواد المظبوطه اللي تحسن الكولاجين بتاع بشرتها فالالياف دي تفك وفي نفس الوقت الكولاجين يرجع يبني الجلد ده والجلد يرجع مشدود تاني. بشكرك يا دكتوره نرمين. فقرتنا خلصت تحياتي لدكتوره نرمين خورشيد. هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد. مراحل تصنيع ماسي دورو جولد بتمر بكتير من التجهيزات والدقة في التصنيع على أعلى مستوى. ماسي دورو جولد منتج إيطالي الصنع في أحد أكبر مصانع إيطاليا والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيصغر في سن البشرة شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. من أهم فوائد ماسي دورو جولد إزالة التجاعيد، محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في السن، تفتيح وتوحيد لون البشرة، إزالة النمش والكلف والهالات السوداء، القضاء على أثار الإجهاد في البشرة، شد الجلد، ترطيب البشرة، نضارة من أول يوم. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب
لجميع أنواع البشرة. ماسي فارم هي الوكيل الحصري للمنتج في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا massidorogold.com وتفاصيل أكثر عبر السوشيال ميديا والتحميل التطبيق المجاني لماسي دورو جولد. نوعدكم دايما إننا نكون الأقوى في مجال العناية بالبشرة. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ببقى مبسوطة جدا لما ببقى في مكان عام، في أي مكان عام، ويقابلني ناس من المشاهدين الكرام الجمال ويقولوا لي احنا بنتابع وفعلا اتغيرنا وتفكيرنا اتغير. سيدات كتير قوي بتقابلني بتقولي انا ما كنتش مهتمة بنفسي خالص، ما كانش في دماغي والدنيا كانت واخداني والولاد والبيت والشغل، بس قررت ان انا اتغير وقررت انه اكون احسن لنفسي قبل اي حد تاني. فالتغيير ده مطلوب يا جماعة، مطلوب بشكل جدي، يعني مش 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 كلام بيتقال، صدقوني بيفرق بشكل كبير جدا 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 في العطاء بالنسبة لأي واحدة، يعني في عطائها بالنسبة لشغلها، بالنسبة لبيتها، بالنسبة لأولادها. حاسة كده ان هي واثقة في نفسها وعندها باور ان هي تدي. خلوني ارحب بضيفتي العزيزه اللي معايا في فقرتي الثانيه، دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا بيك يا يوم. عامله ايه؟ الحمد لله. يعني انا ببقى في قمه السعاده فعلا لما اقابل حد يقول لي احنا فعلا ما كانش في دماغنا خالص ان احنا نهتم بنفسنا، ولا ان احنا يعني عادي، يعني عادي. وبعد ما بيشوفوا البرنامج وبيشوفوا قد ايه مهم انه احنا دايما بننصح السيدات انها تهتم بنفسها، والرجال طبعا كمان، اتغيروا طبعا، يعني غيروا تفكيرهم خالص. طبعا زي ما قلتي في كتير قوي زي ما تيجي تيجي بقى. يعني عارفه استنى له عامل اللي يحصل مشاكل في البشره وخلاص، هو سنه الحياه كده وخلاص. لكن فعلا يا يمنى لما بدانا نتكلم على ماسي دورو جولد يمكن بقى لها اكتر من سنتين، كل السيدات بقى عندها هوس ازاي نعتني ببشرتنا، والبنات كمان. ماسي دورو جولد عامل طفره كبيره جدا جدا في مصر والوطن العربي والعالم كله. ماسي دورو جولد يا يمنى مش زي اي منتج تاني خالص موجود في العالم. لان ماسي دورو جولد منتج تجميلي، مش بس تجميلي، علاجي، بيعالج حاجات كتيره جدا في البشره وبيمنع ظهورها على فتره طويله. كمان ماسي دورو جولد وقائي، عشان كده على طول بنصح بنات عندها 20 سنه، وفعلا دلوقتي في بنات عندي عملاء كتير جدا، بناتيت صغيره من 18 سنه. الحلقه اللي فاتت كان معظم اللي اتصلوا سنهم صغير 20 و25. صح، ده حلو. ده جميل. يعني ايه بنت عندها 20 سنه بتستخدم ماسي دورو جولد؟ يعني لو شافت بنت صاحبتها عندها 20 سنه ما بتستخدمش ماسي دورو جولد، بعد كذا سنه تيجي تشوف الفرق، هتلاقي هي البنت اللي بتستخدم ماسي دورو جولد شكلها ما اتغيرش وشكلها حلو، والبنت صاحبتها الثانيه بدا يبان عليها علامات التقدم في السن. فمهم قوي ان احنا نعمل وقايه من ظهور اي مشاكل بماسي دورو جولد. طيب كلميني عن الفرق اللي هيحصل، خاصه ان انتوا دايما الشعار هتباني اصغر في الشكل او في السن 10 سنين. ده الشعار بتاعكم. فكلميني عن واحده بعد 10 سنين هي مثلا بتستخدم ماسي دورو جولد، وواحده مش مهتمه. ايه الفرق اللي هيكون بينهم؟ اللي مش مهتمه هيبان علامات التقدم في السن، اكيد هتبان، لان هو اوريدي مع تقدم السن الكولاجين بيقل في البشره، السيراميد بيقل في البشره، الهيلورونيك اسيد بتقل في البشره، فطبيعي كل المكونات دي لما تقل في البشره بيحصل خطوط، تجاعيد، بقع، عدم توحيد لون البشره، بيحصل ارهاق عالي قوي في البشره، ما بيبانش ان البشره نضره ابدا.
البنت اللي بتستخدم ماسي دروجولد وبعد 10 سنين شكلها بالعكس هيفضل نضاره، مش هيبان فيها خالص علامات التقدم في السن، هيبقى عندها ثقه في نفسها قويه جدا، كل الناس هتشوفها حتى لما توصل لل 50 شكلك مش باين عليها او لل 60. فهو ده الفرق بين اي بنت بتستخدم ماسي دروجولد من سن صغير وبنت تانية ما بتستخدمش المنتج او ماسي دروجولد من سن صغير. طب خلينا نتكلم شويه عن المكونات بقى اللي هتعمل كل ده. ايه التركيبه او التوليفه او الخلطه اللي موجوده فيه اللي هتخلينا نبان اصغر 10 سنين؟ المكونات بتاعت ماسي دروجولد، ماسي دروجولد فيه 56 مكون، بحب على طول ان انا اعمل فوكس على اهم المكونات. في المقام الاول الذهب الخالص عيار 23، كمان بيحتوي على كافيار، بيحتوي على فيتامينز، على مضادات اكسده، على مينرالز، بيحتوي على سيراميد، بيحتوي على هيلورونيك اسيد ماده الفيلر، بيحتوي على اسيتال هيكسابيبتايد دي ماده شبيهه بالبوتوكس، بيحتوي على سيليكون اويل، بيحتوي على سان بلوك. كل العناصر دي تخيلي انت كل يوم بتحطي على بشرتك كل العناصر دي في كريم ماسي دروجولد، يعني حتى سر تركيبته ان كل ضغطه فعلا فيها كل المكونات دي يا يمنى. سر تركيبه ماسي دروجولد انك انت من اول الاستخدام بتشوفي نضاره فظيعه كل من اول مره على طول، يعني انت بتحطي ماسي دروجولد بتشوفي اختلاف رهيب. مش بتكلم عن المشاكل اللي بتتعالج لان هو الدنيا الموضوع مش سحري، يعني مثلا عندي خطوط، عندي بقع، مش اول ما بنحط هنلاقي كل حاجه باظت. يعني كويس انك قلتي كده برضو، ده مهم جدا. زي مثلا عمليات الشفط، مش يعني بتطلع من العمليه اكيد بتقعد شهرين ثلاثه بالظبط على ما تبان النتيجه، بتاخدها شهرين بالظبط. ماسي دروجولد بيدي نتيجه فظيعه وبيبان كل شهر تحسن عن الشهر اللي قبله، يعني مع الوقت بيبان التحسن، لكن لما في اول مره استخدام بيبان النضاره بشكل كبير والوش فعلا بيحمر. طبعا الوش بيحمر، بتحسي بشويه سخونيه في بشرتك، بتحسي بتنشيط الدوره الدمويه على طول، انت بتنظفي بشرتك وبتزيلي الشوائب من على البشره على طول، انت بتولدي خلايا جديده من الطبقه الجلديه السفليه. فطبعا بنشوف نتيجه النضاره وشد الجلد احيانا من اول اسبوع. طيب عايزين نعرف السكس اكشنز، الحاجات اللي بيعملها، المشاكل اللي هيعالجها ايه هي؟ احنا عندنا ناس عندها مشاكل جامده مش هزار يعني. ايوه السكس اكشنز في المقام الاول انتي رينكل، يعني بيعالج التجاعيد، الخطوط الرفيعه. يمكن الفيدباك بتاع العملاء ان في سيدات كتير تعالج لهم الفاين لاينز اللي تحت العين، ال 111 الفاين لاينز، الخطوط الرفيعه اللي حوالين البق. في المقام الثاني وايتنينج، بيفتح جدا البشره، بينور البشره، يعني بيعالج هالات سوداء، بيعالج نمش، بيعالج بقع، بيعالج اثار حب شباب، بيعالج اي بقعه نتيجه مثلا شمس، نتيجه حساسيه من اي كريم معين. بعد كده كمان بيعمل نضاره نورشنج عالي قوي، بيعمل موسترايزنج، بيعمل رطوبه عاليه جدا للبشره، فيس ليفتنج، بيقدر يشد الجلد. يعني تخيلي ماسي دروجولد بيعالج كل الحاجات اللي فعلا بتبين كبار. يعني هي دي المشاكل بالظبط، هي دي المشاكل. طب نروح لتقرير؟ يلا بينا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سنا بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold,
Your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. شفنا في التقرير ما شاء الله منتشرين في أماكن كتير مش بس في مصر، موجودين فين تاني؟ الشركة الرئيسية موجودة في إيطاليا، سان مارينو إيطاليا مقرها إيطاليا. شركتنا في مصر ماسي فارم إيجيبت مقرها القاهرة مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الإمارات. شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات. قريب قوي يومنا هنفتح في أمريكا ماسي فارم أمريكا مقرها فلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية. الناس دي كلها تتواصل معاكوا ازاي يا دكتوره دي؟ يعني في ناس بتسال بتقول لك انا سالت كتير، بيبعتوا لي مثلا من العراق، مش بيقول لك مثلا مش لاقي يعني نجيبه ازاي او مش موجود عندنا. الاردن كتير بعت لي قوي، السودان كتير قوي قوي، تحيه ليهم. فازاي الناس تقدر تتواصل معاك؟ بتتواصل عن طريق برضو الارقام اللي ظاهره على الشاشه، لان احنا فعلا بنوصل لجميع انحاء العالم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه فقط. ازاي؟ عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، العميل بيتكلم على هذا الرقم واوريدي احنا بيسيب طبعا بياناته، واحنا بنتواصل يعني متعاقدين مع شركه شحن معينه بتوصل المنتج في ظرف 3 ايام فقط. انا بحب اول اسبوع، لكن فعلا سيدات كتير عملائي في الاردن بتقول لي ايه السرعه دي يا دكتوره دينا، يعني يومين ووصل منتج ماسي دورو جولد. فاحنا اوريدي بنوصل لجميع انحاء العالم عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه. ليه مش طرحينه في الماركت يا دكتوره دينا؟ اول حاجه منع للتزييف والغش التجاري، تاني حاجه بنحب ان احنا نسهل على كل العملاء ان اسهل ان هم بيتكلموا على الارقام اللي ظهر على الشاشه. اوريدي شركه ماسي فارم موفره مندوبين في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه وجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه، فسهل قوي ان اي حد في محافظه حتى بعيد بيوصل منتج ماسي دورو جولد لحد عنده. انت دايما بتحاولي كل حلقه تجيب لنا حد على التليفون من 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 العملاء الجمال بتوعكم عشان يتكلم معانا ومع الساده المشاهدين. فاحنا معانا تليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذه منال. ازيك؟ اهلا اهلا، اتفضلي. ازيك يا دكتوره دينا؟ اهلا وسهلا يا استاذه منال، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. والله بصراحه يعني انا بقول بامانه والله بجد بما يرضي الله، انا كنت من النوع اللي بحب اهتم ببشرتي بشكل غير عادي. يعني دايما اهتم ان انا اجيب كريمات للصبح وكريمات قبل ما انام، وبعدين يطلع عندي بقع اجري على الدكتور اقعد اخد كريمات وحاجات زي كده عشان اضيع البقع. كان كل شويه اعمل الو طبقة كده، كنت احب انا كده اجي من المصيف طبعا ببقى زي العبده، رغم ان انا كنت عامله سان بلوك وحاجات زي كده، فكنت بكره جدا نفسي بصراحه. فجي بقى انا بقى يعني سني دخل دلوقتي دخل يعني في 50 سنه وكده، فبصيت لقيت ايه حوالين شفايفي كده في حاجه متنيه زي ما يكون هتتحكي كده. تمام، لما بتضحكي بتبان حواجبي في خط كده، فطبعا الموضوع ده ازعجني جدا يعني. فانا بقى ايه كنت بقعد اشوف البرنامج وكده، قلت طب انا لازم اجرب، ما ينفعش يعني ان انا اقعد كده. وبعدين بصرف كتير جدا، بجيب طبعا كريمات ماركات وحاجات زي كده يعني. بصرف كتير وكريم كذا وكريم كذا وزيوت وخلطات، وبعدين بقى الخيار على الوش والزبادي والعسل، كل ما اشوف وصفه اقعد بقى، كنت تقريبا كل يوم قاعده ايه للموضوع ده. ايوه، فقلت اجرب بصراحه يعني، فجبته. فالحمد لله يعني بدات احطه يعني في خلال الشهر الاولاني كان ايه يعني حاجه بسيطه كده رونق كده. فجاه بجد والله يعني بدون مبالغه يعني بعد 6 شهور بالظبط ما بقاش فيه اي مشاكل نهائيه. الخط اللي بين الحواجب ده راح، اللي عند الضحكه كده ما اعرفش ايه اللي حصل. بشرتي ما كانش فيها تجاعيد، بس كان في خطوط جنب العين كده بسيطه راحت خالص. وشي بقى منور يعني، ما اقولكيش ازاي، لدرجه كتير جدا يقول لي منال طب انت اليومين دول بتجيبي ايه كريم ايه كذا، بصرتي كذا واستعملتي ايه، ده في حاجه غريبه. بقيت اقول مش ممكن، شكلي فعلا اتغير بشكل نهائي، وشي جميل. لا بقيت محتاجه كريم مثلا للترطيب، ولا محتاجه الكميه دي كلها،
رغم ان انا كنت بستعمله بالليل بس عشان احافظ عليه، لان ضغطه او ضغطتين عليه قضي سنه. فضلت استعمله بالليل بس. والله بجد والله ما استعملت اي نوع كريم نهائيا، ولا اي ماسك ولا اي حاجه خلال السنه، وبشرتي رجعت جميله جدا. فانا جميله عايزه احافظ بقى على ايه، على شويه الحلوين دول، ان انا شكلي بقى وشي فعلا صغير جدا. طب استاذه منال، تنصحي بقى السيدات، بما ان انت ليكي تجربه وبتهتمي بنفسك، تنصحي السيدات اللي بتشوفنا دلوقتي اللي تقول لك لا انا يا خلاص بقى وانا لا. لسه هقعد ادور اتجمل واعمل واحطه؟ لا هي لما تجيبه، هي لما هتجيبه هتستعمله هتعرف ان فعلا ليها حق، لان ايه اللي بتهتم ببشرتها، لان انا عارف ان الستات ما بتهتمش، بس اللي بتهتم وبيجيب كريمات مش عارفه ايه وماركه ايه والصبح وبالليل، وانا عارفه الحاجات اللي بتبقى في السوق شكلها برده غاليه طبعا. هي لو جربت ده فعلا وشها هيصغر. وبعدين انا دلوقتي ايه بفكر بقى، طب انا وشي ده خلاص تغل. انا خايفه بقى ايه حبه الحلاوه دول يروحوا، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه. هيروحوا دكتوره دي الحلاوه هيروحوا؟ لا ابدا. مع ميسي الدكتوره دينا قالت لي لما سالتها، قالت لي لا انت وشك هيبتدي يكبر تاني زي ما اكون انت ايه مثلا بقيت 40 بالظبط سنه يعني. صح. مش هي بالظبط فعلا. انا بقالي يعني فتره ما بطلع على فكره، انا بعايز اعمل مدخله من زمان والله، بس ما كنتش بعرف اوصل لكم خالص. انت نورتينا عشان اقول كده بجد والله بامان. بس ايه يعني قعدت فتره، هو جميل برده لحد دلوقتي يعني، بحط برده اللي انا اقدر عليه بقى كريم ترطيب او حاجات عشان احافظ على شويه الحلوين اللي بقى. بس انا نفسي ابقى حلوه زي يومنا، بس مش عارفه ازاي. يا حبيبه قلبي بشكرك، وانتي نورتينا باتصالك النهارده يا مدام منال، وان شاء الله تتفرجي علينا دايما، وتحياتي ليكي. شكرا استاذه منال. ميرسي يا مدام منال، جميله قوي، تجنن قمر، جميله وزي سيدات كتير يعني بصي بتتكلم بتلقائيه فظيعه فعلا، وبتقول لك انا خايفه على شويه الحلاوه اللي اخذتهم لا يروح لا يروح. في ناس كتير بتقول كده دكتوره دينا، بتقول طب انا بعد ما اخلص الكورس بتاع ماسي دوروجولد هل هرجع تاني مثلا التجاعيد هترجع لي تاني، او هيحصل لي مشاكل تاني، او الحلاوه اللي انا اخذتها دي هتروح؟ لا خالص، بالعكس، انت لما بتخلصي كورس ماسي دوروجولد هيقعد فتره طويله، وشك حلو جدا ما فيهوش اي مشاكل، في النضاره المطلوبه، لكن طبيعي ان احنا لازم نحافظ يعني نحافظ على نتيجه ماسي دوروجولد، ان احنا ما نتعرضش للشمس كتير، ما نشرب ميه كويس قوي، ننام كويس، نفسيه تبقى لطيفه يعني مبسوطين، يبقى في بوزيتيف انرجي. لكن اكيد لو تعرضتي لمشاكل كتيره جدا ده هيأثر، لكن فعلا مع ماسي دوروجولد لا، انت هتقعدي فتره طويله وشك زي القمر، مش محتاجه خالص تعملي اي حاجه ولا تحطي اي كريم تاني، لكن طبعا بفضل ان احنا نستخدم ماسي دوروجولد على طول يعني. طيب خلينا نشوف التراخيص على الشاشه يا كامل لو سمحت، علشان برضو دكتوره دينا كتير من الناس مبسوطه بان انتوا بتعملوا كده يعني. بيقولوا ده ثقه منهم. طبعا. اول حاجه ماسي دوروجولد مترخص من وزاره الصحه المصريه، ماسي دوروجولد مترخص من دول الاتحاد الاوروبي، ماسي دوروجولد مترخص من حكومه دبي الامارات. امان لكل اللي بيتفرجوا علينا، ماسي دوروجولد امن جدا، ملوش اي سايد افكتس اطلاقا، مناسب جدا للسيدات وايضا الرجال، مناسب من سن 18 سنه لغايه 60 70 80، مناسب مهم قوي اقول لكل انواع البشره. انواع والوان. الوان طبعا، لان كتير طب هو ماسي دوروجولد هيناسب البشره الحساسه؟ ايوه، وهيناسب البشره الدهنيه، وهيناسب البشره الجافه، وهيناسب البشره العاديه. الوان البشره، كل الوان البشره ماسي دوروجولد الميكانيزم اوف اكشن بتاعه على كل الوان البشره. يعني الفوايد بتاعته بيعملها على السمراء والبيضه والفاتحه والداكنه، فما فيش اي مشكله في الوان البشره ايضا. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا. ماسي دوروجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، نزلنا الشارع علشان نعرف رايهم ايه في ماسي دوروجولد ويعرفوا ايه كمان عنه. تعالوا نشوف الناس هتقول ايه. تعرفي ايه عن ماسي دوروجولد؟ بشوف اعلاناته على التلفزيون. مش ده لعب الكوره؟ لا بس انا اصلا هو ايه اصلا؟ شفت اعلاناته على فيسبوك وتي في. سمعت عليه في التلفزيون. سمعت. طب هو بيعمل ايه؟ ايه بقى الكلام ده؟ شفت اعلانه في التلفزيون مره. بسمع انه بيرجع البشره 10 سنين لورا. شفت اعلاناته على النت. سمعت. مش عارفه بصراحه. لو سمحت لو سمحت. ده تقريبا كريم بشره. سمعت عنه في التلفزيون، شفته كده كام اعلان ليه، تقريبا بيصغر البشره. سمعت ان هو منتج تجميل للبشره. تعرفي ان هو كمان بيتحط على الرقبه ولا لا؟ الرقبه لا والله انا محجبه، مفيش معايا. لا دي معلومه بصراحه اول مره اعرفها. ما انا ما استخدمتش، والله ما بستخدمش الكريمات بس اصلا لا.
اه تقريبا. لا انا اول مره اعرفها دي النهارده، محدش قال لي قبل كده. تعرف يعني ايه دورو؟ دورو ده دي مركزي. دورو يعني دهب، اما الجولد يعني. تعرف هو بيعمل ايه للبشره؟ بيعمل تفتيح للبشره. ده على كده هرجع ابيض ابيض بقى، بيرجع البشره بقى الاسود بيبقى ابيض برضه. بيعيد نضارتها وبيجدد الخلايا الميته، بيصغر كتير وبيفتح البشره وبيمنع يعني انك تحطي ميك اب وكده. البشره بتاعته في شيخوخه ولا حاجه ممكن ارجعها شباب تاني. انت تعرف ان هو للرجال كمان؟ لا دي معلومه بصراحه اول مره اعرفها. هو بيستخدم للرجال بس ولا للبنات؟ لا كمان للرجال. عارفه ان هو للرجال وللبنات. هو المدام لسه بتقول عليه امبارح، بس انا ما اعرفش ان هو رجال وحريم. هو مصري ده ولا ايه؟ هو منتج مصري ولا؟ لا هو ايطالي. لا غالي قوي. تعرف ان هو بيرجع البشره لعشر سنين ورا؟ يعني شفت حاجه زي كده تقريبا. بيرجع الانسان كانه يرجع لورا صغير، كانه عشر سنين لورا صغير يعني. بيخلي الوش شكله أصغر شوية من الطبيعي يعني. بيرجع البشرة عشر سنين لورا. ناسي دورو جولد عشر سنوات أصغر. دكتورة دينا، خلينا ناخد آراء أو استفسارات بقى بعض الناس المتابعين ليكوا، لانه مهم برضو ان احنا نعرضها. في حد بيقول هل هو الكريم ده بيفتح البشره القمحويه علشان عندي تصبغات من الشمس فقط، ونفسي بشرتي تفتح علشان يعني هو عايز بشرته تفتح. بيفتح كام درجه؟ بيقول هل الكريم ده بيفتح هيفتح التصبغات، هيوحد لون البشره يعني هيخلي البشره كلها لون واحد. لكن طبيعي اكيد اللون اللي ربنا خلقنا بيه ما بيتغيرش. لكن لو في تصبغات او اثر حب شباب او اي لون او هالات سوداء، كل ده بيتفتح وبيتوحد مع لون البشره. البشره نفسها بيبقى فيه نضاره عاليه قوي، فبيحس ان البشره اتفتحت، لان كمان الدهب بيحفز على دخول الاكسجين في الخليه. فالبشره نفسها بتتنفس، فاكيد بتتفتح وبتتنور. طب الدهب يا دكتوره دينا، في ناس كتير بتقول هي بتستخدم ماسي دورو جولد بالليل، عاوزين يعرفوا طريقه الاستخدام، لانه في ناس فاكره انه بيتغسل زي الماسك. صح كده. وفي ناس فاكره انه لا، يعني ممكن نقعد بيه فتره ما نغسلش وشنا يعني. فطريقه الاستخدام بتكون ازاي؟ طريقه الاستخدام هي دي علبه ماسي دورو جولد. طبعا الكورس كبيره، يمنى 120 ملي، ما فيش عبوات صغيره. بنضغط ضغطتين ثلاثه على كف يعني ايدي. يعني انت هتقولي ما فيش عبوات صغيره؟ أيوه. تسيبيهم كده. أيوه. ما تقولي لهم ليه ما فيش عبوات صغيره؟ بيسالوا كتير قوي السؤال ده. هو ما فيش عبوات صغيره لان الكيميائيين او العلماء اللي صنعوا ماسي دورو جولد في ايطاليا هم اللي اقروا الكميه دي. هم بحساباتهم المعينه ان هو ده كورس كامل، ان احنا نقدر نصغر في السن شكليا 10 سنين، وان احنا نقدر نعالج مشاكل كتير قوي في البشره من تجاعيد وهالات سوداء ونمش وكلف وحاجات كتير قوي. طبعا العبوات الصغيره مش هتدي كل النتائج دي، مش هتدي النتيجه المطلوبه اللي احنا بنتكلم عنها. فعشان كده ماسي دورو جولد كورس موحد 120 ملي بيكفي استخدام سنه. زي ما احنا شايفين البنت دلوقتي مش حاطه ميك اب خالص، اول ما حطت ماسي دورو جولد وشها نور جدا، وشها ادى نضاره عاليه قوي، ادى احمرار في وشها، مش احمرار يعني. كذا حد بيقول لي طب انا بشرتي حساسه خايفه من الاحمرار. لا ده هو احمرار نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. ايوه. بنضغط ضغطتين ثلاثه على كف ايدينا وبنوزعه مساج على وشنا عكس الجاذبيه الارضيه. بنحط نقط خفيفه جدا تحت العين عند الطبطه، عند تحت العين طبطبه رايح جاي. حتى ما ننساش الرقبه، من تحت لفوق الرقبه كمان. هو ده طريقه استخدام ماسي دورو جولد، سهله جدا. بعد هنحس بشويه ما يتغسلش. لا ما يتحطش يتحط ويتساب يتنقي ينامو بيه. ننام بيه طبعا. طبعا هو مش ماسك، هو كريم عادي. فبننام بيه ما بيتغسلش، لكن لما بنصحى من النوم اكيد عادي بنغسل بشرتنا. ممكن يكونوا شايفين شويه ذهب على بشرتهم فبيستخسروا يغسلوا بشرتهم. لا طبعا خلاص، هي البشره امتصت يوميا، هي بتمتص 5% من 100 من ماسي دورو جولد. فاوريدي الريزيديو اللي موجود ده ما فيش اي مشكله، نغسل وشنا هيتفضل النضاره موجوده. انت عارفه هي الفكره اللي انا شفتها يمكن على ناس قريبين مني بعد ما استخدموه. مع الوقت، احنا ليه بنقول مع الوقت؟ وانا لاحظتها انه فعلا مع الوقت الشكل بيتغير. زي ما انت بتقولي هو
كل يوم بيمتص جزء من الكمية، فبيبني طبقة من الكولاجين تحت الجلد. يعني هو بيبقى في مرحلة بناء طول الفترة دي، طبقات 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 للكولاجين والحاجات اللي مفتقدها البشرة، فمع الوقت بيعمل حصانة للجلد. يعني عارفة بيعوض الجلد بالحاجات اللي كانت ناقصاه فعلا. سجدة بتقول لو سمحتي لازم نكرره بعد ما العبوة تخلص. ماسي دروجولد بعد ما العبوة بتخلص وشها بيفضل حلو جدا على مدار فترة طويلة. عايزين نحافظ على ماسي دروجولد. الحقيقة معظم العملاء رجعوا كرروا ماسي دروجولد تاني وتالت من كتر ما هم اتبسطوا من النتيجة. أكيد بنصح بتكرار ماسي دروجولد، بس لو مش عايزين نكرر ماسي دروجولد الوش هيفضل كويس قوي فترة طويلة. بس حافظوا أرجوكم، يعني يا ريت الحفاظ ده مهم قوي. سولي بتقول يعني عادي يتحط بالنهار ونخرج بيه في الشمس؟ طبعا بيتحط بالنهار حلو قوي، بيغني عن الميك اب. ده مهم قوي اقول ان فعلا بعد فتره من استخدام ماسي دروجولد الجلد نفسه مش هيحتاج فاونديشن وبلاشر وكونسيلر، بيغني عن الميك اب، فممكن نحطه بالنهار مفيش مشكله لانه كمان بيحتوي على سان بلوك. طيب هاجر بتقول مناسب من سن كام؟ دايما بنقول احنا مناسب من سن 18 سنه. اي 18 سنه تستخدمه عادي؟ عادي جدا سواء بنت او ولد. طيب رنا بتقول ان هي حامل، هل ينفع استخدمه مع الحمل؟ مفيش اي مشكله، بنستخدم ماسي دروجولد مع الحمل ابتداء من بعد الشهر الثالث، مفيش اي مشكله خالص. وهي محتاجه ماسي دروجولد لان الحمل بيخلف والحاجات دي برضه، وكمان الحامل بتبقى بتفقد شويه فيتامين شويه كل شويه حاجات بتبان برضه دبلانه شويه بالظبط. فاحنا محتاجين مع الست الحامل السيده الحامل تستخدم ماسي دروجولد من بعد الشهر الثالث. طيب وفاء بتقول انا بشرتي دهنيه وفي اثار للحبوب، يناسبها ولا لا؟ لازم هيناسبها عشان البشره الدهنيه مهمه. هو هايل للبشره الدهنيه. اولا ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو، ملو ما فيهوش اي فاتس، ما هو مش اويلي بيز، فمهم قوي ان اقول ماسي دروجولد مناسب جدا للبشره الدهنيه لانه بيمتص بسرعه جدا، ما بيسيبش اي فاتس او اي جريز ريزيديو على السكين. يعني تقصدي اللي هيحطه بشرته دهنيه، يعني عاده اصحاب البشره الدهنيه وانا يمكن من الناس دي، اما بنحط اي حاجه بتلاقي بيلمع الوش وفي طبقه زيت كده، وتلاقي يعني مش مبسوطين خالص يعني صح. وصعب انها تتشربه. ماسي دروجولد الواحد بيحطه في ثانيه على بيتشرب طول. على طول ما تحسيش باي حاجه خالص طبعا، بان الذهب بس كده على الوش بالظبط، لانه متصنع بطريقه النانو وكل جزيئاته صغيره جدا، فتقدر تخترق السكين بارير وما بتسيبش اي جريز ريزيديو على السكين. مؤمنه بتقول النتيجه بتبان بعد قد ايه وكمان عليه ضمان ولا لا؟ ماسي دروجولد نتيجة النضارة بتبان من أول أسبوع، وزي ما أنا قلت بالنسبة للعلاجات أكيد مش من أول يوم أو من أول شهر، بنشوف كل شهر تحسن على الشهر اللي قبله، فبقول بنشوف تحسن في البشرة ابتداء من الشهر الأول والتاني، بنشوف تحسن أحسن والتالت بنشوف تحسن أحسن والرابع وهكذا. ضمان ماسي دروجولد طبعا أنه مترخص وزارة الصحة المصرية، مترخص من دول الاتحاد الأوروبي، ومترخص من الإمارات حكومة دبي، وكمان لينا ضمان جوه العلبه طبعا شركه ماسي فارم، المصنع اللي صنع ماسي دروجولد حطت سيرتيفيكت جارانتي ان هو فعلا ميد ان ايطالي، متصنع في ايطاليا، وان هو بيحتوي على جزيئات الذهب الخام. طيب الاسئله دي مبعوثه لكم من على الفيسبوك، خلينا نشوف الصفحات بتاعتكم على الفيسبوك، لانه برضو التواصل من خلال السوشيال ميديا بيكون كبير مهم قوي. يمكن في فئه كبيره جدا 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 على طول فاتحه الفيسبوك في الشغل وفي البيت وفي النادي وفي اي سنتر، فطبعا هي دي صفحاتنا على الفيسبوك، فيها ارقام مختلفه تماما عن ارقامنا اللي على الكول سنتر، بلس صفحتي دكتوره دينا ابو السعود بالعربي ماسي دروجولد بالانجليزي، برضو صفحتي بتواصل مع فيها وبتواصل مع كل هذه الصفحات ايضا، فنقدر نشتري او نحصل على ماسي دروجولد من هذه الصفحات. طيب ايه رايك في الناس اللي تقول لك ايه انه الاهتمام ده بتاع ناس معينه؟ لا مش بتاعنا الكلام ده، في حاجه اسمها انه في حد شريحه معينه هي اللي بتهتم بنفسها. ما بقتش شايفه ده خالص، ولا انا بصراحه ما بشوفش ما بقتش خالص. شايفه ده خالص، ده انا عايزه اقول لك احيانا كتير يوم انا برد على عملاء بنفسي فعلا، كل الفئات من سيدات مجتمع، من ربات منزل، من سيدات ما بتشتغلش، من بنات في الجامعه، من كل طبقات، من اعلاميين، من مشهورين، من سيدات بسيطه، كل الطبقات بقت تهتم فعلا ببشرتها وبتهتم بجمال وشها ورقبتها. يمكن هو ده الوش اللي بيدي الكاريزما وبيدي الثقه بالنفس جدا. صح. يعني بالظبط، وبعدين الحلو حلو لنفسه مش حلو لحد تاني يعني اللي بيبقى عايز يحلو
يحلى ولنفسه قبل اي حد تاني. بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا النهارده ضيفتي العزيزه. ميرسي دكتوره دينا ابو سعود المدير الطبي لشركه ماسي فارم. حلقتنا خلصت، شوفونا كل يوم الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا تاني يوم، والحلقات كلها موجوده على اليوتيوب علشان اللي ما لحقش يتفرج علينا على الهوا. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، السلام عليكم.